الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 18 درجة مئوية، الملموسة 17 والرطوبة 45%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة المعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا المفرق، رياح نشطة وأتربة مثارة مع حدود 30 إلى 18 درجة مئوية، إربد 29 إلى 17، شرش 30 إلى 18، وعجلون 28 إلى 16. بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة عمان، طقس صافي 28 إلى 20، الزرقاء 32 إلى 20، البلقاء 30 إلى 21، مأدبة 30 إلى 19، والبحر الميت 35 إلى 25. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 27 إلى 18، الطفيلة 29 إلى 20، الشوبك 27 إلى 20، ومعان 30 إلى 21، أما العقبة 38 إلى 27. المنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة في تلك المناطق، رويشة 36 إلى 20، نفس الحرارة في الأزرق، أما الصفاوي 35 إلى 19. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.